بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنستكمل سلسلة المحاضرات الخاصة بالتفاضل والتكامل، والنهاردة هنتكلم على عنوان جديد أو توبيك جديد ربما بعضكم سمع أو بعضكم لم يسمع به، وهو التانجنت. تانجنت يعني إيه؟ تانجنت يعني ممس. تانجنت يعني ممس، أو معنى كلمة تانجنت جاي مشتقة كلمة لاتينية معناها تاتش. تاتش، فأنا لو عندي سيركل زي دي كده، لو انا بتكلم على المماس فالخط اللي قدامي ده يعتبر مماس للدايره، لان بيمس الدايره في نقطه واحده. ده واضح ان ده بيمس الدايره، مماس. دي معادله المماس او تي. لو انا عندي كيرف زي ده، واضح برضو ان التي بيمس الكيرف في نقطه، النقطتين واحد اتنين، والبي بيمس في نقطه واحده. ال ده مش مماس، ال ده مش مثل ال ده بيقطع الكيرف، لكن التي مع انه بيمس في نقطه وبيقطع في نقطه، لكن الدي التي هو المماس للكيرف ده عند النقطة B. T هو المماس للكيرف ده عند النقطة B. أنا صراحة مهتم جدا بحساب معادلة المماس لشكل معين، أو معادلة معينة. التانجنت ده كنا اتفقنا قبل كده في المحاضرات، كنا بنتكلم على الأفريج ريت أوف تشينج، كنا فاكرين الأفريج ريت أوف تشينج، وقلنا كانت عبارة عن limit f of x زي h ناقص f of x على ال h، لما ال h باخد limit لما ال h بتقول لي 0، لو فاكرين المعادلة دي. وقلت ان ده عبارة عن ال y dash او عبارة عن dy by dx، ده عبارة عن ال gradient او عبارة عن ال slope، الميل او عبارة عن التانجنت، التانجنت اللي هو الممس. لو انت يهمك تجيب معادلة المماس ممكن نجيبها بأكتر من طريقة. هو في الآخر في نهاية التصور بتاعنا هيكون هو عبارة عن dy by dx، أقدر أجيب منه الميل أو الاسلوب بتاع الخط بتاعي. طيب أقدر أجيب الكلام ده إزاي؟ تعال نضرب مثال بسيط جدا. عندي معادلة، المعادلة دي معادلة بارابولا. بارابولا ده القطع اللي قدامي، ده اسمه قطع. المعادلة بتاعت y بيساوي x سكوير، مطلوب مني تجيب الايكويشن بتاع التانجنت، طيب اعمل الكلام ده ازاي؟ الموضوع ببساطه جدا، هو طالب مني معادله المماس عند نقطه، النقطه دي 1 1. طبعا ليه النقطه 1 1؟ برضو لان الاكس فاليو 1 والنقطه دي على البارابولا على المعادله واي اكس سكوير، فالنقطه الاحداثي بتاعها الثيني هو 1، وبالتالي 1 تربيع يديك 1، فعشان كده النقطه 1 1. طب اقدر اجيب معادلة الخط ده ازاي؟ طبعا واضح ان الخط بتاعي هو ربما يكون الخط الاحمر او الخط الازرق. اعمل ايه؟ موضوع ببساطة جدا. انا هبدأ، انا ما عنديش الا نقطة واحدة عشان اجيب معادلة خط مستقيم، فانا محتاج نقطتين او نقطة وميل، نقطة وميل او نقطتين. اعمل الكلام ده ازاي؟ تعال نفترض ان في نقطة على قريبة جدا اللي هي على الخط الازرق ده، النقطة دي اسمها كيو، انا عندي نقطة اسمها بي عاوز اجيب عندها معادلة المماس، وفي نقطة اسمها كيو هفترض ان هي قريبة جدا من بي. احداثياتها ايه؟ هفترض ان الاحداث بتاعها اكس، يبقى التاني مين؟ التاني باكس سكوير، على اساس النقطة قريبة فبتبقى على مين؟ على البارابولا على الواي بيساوي اكس سكوير، فلما انت تروح تعوض باكس يديك اكس سكوير، يبقى الاحداث الثاني اكس والاحداث التاني اكس سكوير. عشان تجيب ميل الخط ده بتعمل ايه؟ كنت بتجيب فرق الصادات على فرق السينات، او اكس تربيع ناقص واحد على اكس ناقص واحد. الخط ده اسمه سيكانت، سيكانت برضو كلمة لاتينية مقصود بها سكان، وسكان يعني كت، لأن الخط ده بيقطع الكيرف مش بيمس الكيرف. الخط ده في التقريب الأولاني، وبالتالي الميل اللي انت عاوزه أو ميل الخط ده هو عبارة عن إكس تربيع ناقص واحد على إكس ناقص واحد، يبقى الإكس تربيع ناقص واحد على إكس ناقص واحد. طيب تعال نحط تقريبات كده للنقط القريبة من الواحد. تعال نقول إيه؟ هبدأ من نقطة اسمها 2، طبعا 2 الاحداث الثانيه 4، خد بالك 2 لو 2 موجوده على الكيرف يبقى الاحداث 4. انا هاخد ال2 واروح اعوض بيها هنا في المعادله دي. لما تروح تعوض ب2 يبقى 2 تربيع ب4، 4 ناقص 1، ده على اعتبار الاحداثي بتاع النقطه كيو الاحداث الثاني هو 2، يبقى 2 ب4، 4 ناقص 1 ب3، 3 على 1 يديني الميل 3، يديني الميل 3. طب ال2 بعيده شويه، تعال نقرب من ال2، نقرب للواحد، يعني هاخد نقطة واحد ونص، هقول واحد ونص تربيع ناقص واحد على واحد ونص ناقص واحد يديني اتنين وربع. أجرب واحد واحد من عشرة، يبقى واحد واحد من عشرة تربيع ناقص واحد على واحد واحد من عشرة ناقص واحد يديني اتنين واحد من عشرة. طب خليها واحد واحد من مية
يديني 2 1/100. طب 1 1/1000 يديني 2 1/1000. واضح قوي من خلال تتبع الارقام دي، مع ان انت بتقرب الاكس بتاعتك بتقرب من الواحد، تلاقي ان الاسلوب بيقرب من الاثنين. اقدر كده بشكل ما اتوقع ان ميل الخط ده هو عباره عن الاثنين، ميل الخط ده عباره عن الاثنين. طيب بعد ما جبت الميل، لسه محتاج انت معادله الخط. هجيب الميل ازاي؟ كنت ممكن اجيب الميل بمعادله بسيطه جدا، اللي هو ايه؟ تعال نفترض بدل ما اقعد اجيب اكتر من نقطه كان من المعادله دي. انت يهمك ايه؟ الاكس تكون قريبه جدا، صح؟ تعال نخلي الاكس قريبه جدا. لو انت فاكر اكس زائد اتش، ولما كانت الاتش بتقول زيرو، تعال نجيب ليميت ده، نهايه ده، لما الاكس بتقول للواحد. ليميت المقدار ده لما اكس بتقول الواحد. مش انت عاوز نقطه قريبه جدا من الواحد؟ يبقى تعال نخلي الاكس بتاعتنا اللي هي احداث النقطه كيو تقرب من واحد. يبقى انا هاخد ليميت المقدار ده لما اكس بتقول الواحد. ده فرق بين مربعين، اكس ناقص واحد في اكس زائد واحد، واكس ناقص واحد مع اكس ناقص واحد، اتبقى لك اكس زائد واحد. نقول تاني، انا هاخد ليميت المقدار ده لما اكس بتقول الواحد. طب انت لو عوضت بواحد مباشر هيدي لك زيرو على زيرو، التعويض ما ينفعش. اعمل ايه؟ حلل القوس اللي فوق، ده اكس ناقص واحد في اكس زائد واحد، ده فرق من مربعين، منهم قوس هيطير مع ده، اتبقى لك اكس زائد واحد، وتروح تعوض بواحد يديك كام؟ يديك 2. وهي دي بالفعل، ده بالفعل الميل بتاعي. يبقى انا قدرت اجيب الميل. طبعا كنت ممكن اجيب الميل بطريقه تانية. اجيب الميل منين؟ من طبعا ده من عنوان او الطبق الاكبر من ده، اللي هو مين؟ اللي هو دي واي باي دي اكس. لو رحت خدت دي واي باي دي اكس يديك 2 اكس، وعند الواحد يديك 2. ما هو احنا قلنا الواي داش او الدي واي باي دي اكس هي السلوب، وهي الجريدينت، وهي كمان الجزء المكون للتانجنت. يبقى انت لو فضلت المعادله دي زي ما شفنا في اخر جزء، يبقى دي واي باي دي اكس دي معادله اكس سكوير، هنزل الباور بتاعها 2، يبقى دي واي باي دي اكس عباره عن 2 اكس. ده الميل، ده الميل بتاعي. طب الميل بتاعك 2 اكس، اقدر اعمل ايه بقى؟ اقدر اقول دلوقتي حط عند الاكس بواحد يديني 2. يبقى انا عرفت من خلال تتبع الارقام بتاعتي لما اكس بتقرب من واحد، او ان انا اخد ليميت المقدار ده مباشر، ليميت المقدار ده مباشر يديني برضه 2. جبت الاثنين وعندك النقطه 1 1. تقدر تقول بقى والله واي ناقص احداث النقطه، واي ناقص 1 بيساوي الميل في اكس ناقص 1. يبقى واي ناقص 1 بيساوي الميل في اكس ناقص 1، يديك المعادله واي بيساوي 2 اكس ناقص 1. يا ترى المعادله دي هي بالفعل معادله خط مستقيم؟ اه معادله خط مستقيم، لكن هل النقطه او التانجنت ده، المعادله دي هي عباره عن تانجنت بالفعل؟ المعادله واي بيساوي اكس سكوير. تعالى اوري لك ده في برنامج انا اشرت ليه قبل كده اسمه الماتلاب، هرسم فيه. يعني انا ما يهمنيش الكود بشكل كبير، لكن انا كان قصدي اوري لك المعادله. انا برسم معادله البارابولا واي بيساوي اكس سكوير ومعادله الخط المستقيم. انا رسمت الاثنين، تعالى بس نغير شويه عشان اوري لك الشكل عامل ازاي. تعالى نقول عند الاكسس بتاعتي، تعالى انا هرسم مثلا في الواي من 0 لحد 10، والاكس فاليو خليها مثلا من سالب 4 لحد 4 بالشكل ده. وتعالى اوري لك الجريد كمان على الاكس والواي. تيجي تبص بقى، دي المعادله بتاع واي بيساوي اكس سكوير اللي هو الخط الازرق ده. طب والخط اللي لونه قريب من الاحمر ده، تيجي تبص تلاقي الخط عمل تاتش في نقطه واحده مع الكيرف، احداثها كام بقى؟ عند اكس بواحد وعند واي بواحد. هو ده اللي اتفقنا عليه، عباره عن التانجنت. جبتها منين بقى بسرعه؟ يا اما ان انا خدت النقطه بتاعتي عند واحد واحد وحاولت اجيب عند نقطه قريبه، وكل شويه بدات اعوض عند نقطه واقرب من الواحد من خلال الجدول، ووجدت لما الاكس بتاعتي بتقرب من الواحد وجدت ان السلوب بيقرب من الاثنين، او ان ممكن اجيب ليميت للمعادله، ليميت للمعادله بتاعتي اللي هي اكس تربيع ناقص واحد على اكس ناقص واحد لما الاكس بتقول الواحد، او العنوان الاكبر اللي ان شاء الله هندرسه في المواضيع القادمه، وهو عباره عن دي واي باي دي اكس، او التفاضل عباره عن 2 اكس وعوض عند النقطه واحد يديني 2. هنشوف مثال كمان مهم جدا. لو انت في كوره معانا او في حجر وحذفناه من برج معين، البرج ده حذفته من على 450 متر، مطلوب مني سرعه الكره بعد مرور 5 ثواني.
او سرعه الحجر بعد مرور 5 ثواني. طبعا الكلام ده كان عمله جاليليو، وكان اكتشف ان المسافه مسافه السقوط، مسافه السقوط بتاعه حجر بيأثر عليه فقط قوه الجاذبيه عباره او بيتناسب مع الزمن، مربع الزمن، بيتناسب مع مربع الزمن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المسافه، مسافه السقوط اس اوف تي عند اي تايم هي عباره عن 4.9 من 10 في التي سكوير، 4.9 من 10 في التي سكوير، دي المسافه. طيب هو عاوز يعرف او طالب مني، طالب مني السرعه، فايند ذا فيلوسيتي اوف ذا بول افتر 5 سكند. انت عاوز السرعه بعد مرور 5 ثواني. عشان تجيب السرعه بعد مرور 5 ثواني محتاج تعمل ايه؟ محتاج ان اجيب تغير في الازاحه على التغير في التايم، التغير في الازاحه على التغير في التايم. طيب التغير في الازاحه، انت التغير في الازاحه معناها ان انت وليكن تتحرك بعيد عن الخمسه بمقدار، وليكن اس اوف 5 1/10 ناقص الازاحه عند الخمسه على الفرق في التايم اللي هو 1/10. كل ما التايم قل كل ما كانت السرعه بتاعتك دقيقه جدا. يبقى انا اروح اقول والله ده 4.9 في تي تربيع، يبقى 4.9 في 5 1 تربيع ناقص 4.9 في 5 تربيع على 1/10 يديني 49.49 من 100. لو بدات اكبر الفترات بتاعتي اقول من 5 ل 6 كان الافريج فيلوسيتي 53، طب من 5 ل 5 1/10 49، طب من 5 ل 5 و100 لاحظ ان انا بقلل الستيب 5 من 100 داخل على 49 وشويه. طب لو خليتها من 5 ل 5 1/100 بقيت 49.049، طب 1/1000 49 وهكذا. تيجي تبص تلاقي ان تقريبا الافرج فيلوسيتي واصل لحد 49. طبعا الكلام ده كان منين برضو؟ الكلام ده كنت ممكن تجيبه من هنا، ان ليميت معايا كده ليميت اس اوف 5 زائد الاتش او زائد دلتا ناقص اس اوف الاتش او الدلتا على الاتش او الدلتا، وباخد الليميت لما المقدار ده بيقول لزيرو كما في المحاضره السابقه، واعمل ليميت للكلام ده. او ممكن يتعمل بطريقه تانية، هو زي ما اتفقنا اللي هو عنوان المحاضرات القادمه اللي هو خاص بالتفاضل. هروح اجيب دي اس باي دي تي. يعني ايه دي اس باي دي تي؟ اللي هي الفيلوسيتي، دي اس باي دي تي هفاضل بالنسبه للبارامتر تي. ده كونستانت، وعرفنا الكونستانت مضروب في داله، الكونستانت بيطلع بره التفاضل، يبقى 4.9. طب تفاضل تي باور 2 هي عباره عن 2 تي، يبقى 2 في 4.9 في التي، يبقى ناتج التفاضل ده اللي هو دي اس باي دي تي عباره عن 2 في 4.9 تي. طب انت عاوز تجيب السرعه عند كام؟ السرعه عند الخمسه، يبقى دي اس باي دي تي بيساوي 2 او عفوا 4.9 في 2 تي، والتي ب 5 بقت 10، يبقى 4.9 يديك 49. وبالفعل هو ده السرعه او الانستانتينيوس فيلوسيتي عند الخمسه اللي هو 49 اكزاكت. زي ما اشرت الكلام ده كنت ممكن تعمله عن طريق الليمت، وتقول لي ان 4.9 في الاي زائد الاتش ناقص 4.9 اي تربيع، وتروح تجيب ايه زائد اتش ناقص ايه، وتاخد الليمت لما الاتش بتقول لمين؟ لما الاتش بيقول للزيرو. بعد ما خلصنا الديفينيشن بتاع التانجنت هنرجع تاني للديفينيشن بتاع الديريفاتيف اللي استعملناه اللي هو الدي واي باي دي اكس. اذا كانت الداله بتدل على اكس فبقول دي واي باي دي اكس او الواي داش او الواي داش، وانا استعملتها كمان في ايجاد معادله التانجنت لو فاكرين. هو هنا بيعيد نفس الكلام تاني، لو انت محتاج التانجنت بتاع ده كيرف، محتاج تانجنت للكيرف بيمر بالنقطة ايه، طبعا وجود النقطة ايه فيبقى ايه، تبقى الفانكشن اف اوف اكس يبقى قيمة النقطة واي اسمها اف اوف ايه، لان الاكس فاليو ايه. هنيجي نفترض ان في نقطة اسمها كيو احداثياتها اكس واف اوف اكس، عشان تجيب ميل الخط ده هيبقى اف اوف اكس ناقص اف اوف ايه، ده على اعتبار ان كيو قريبة جدا من بي، يبقى اف اوف اكس ناقص اف اوف ايه الفرق بين الصادات على الفرق بين الثنائيات اللي هو اكس ناقص الاي، وباخد الليمت لما الاكس بتقول لمين الاي او الاكس بتقترب من الاي. ده معادله التانجنت لاين، ده معادله التانجنت لاين. والكلام ده ممكن نجيب بيه معادله الواي بيساوي اكس سكوير اللي لسه عاملينها من شويه بنفس الطريقه. هيبقى ليمت اف اوف اكس ناقص اف اوف 1 على اكس ناقص 1 اللي هو اكس تربيع ناقص 1 على اكس ناقص 1 لما الاكس بيقول للواحد، ده فرق بين مربعين، واشيل اكس ناقص 1 مع اكس ناقص 1 يديني ليميت اكس زائد 1 لما الاكس بتقول لواحد يديني في الاخر بكام؟ ب2. هو ده الاسلوب. نفس الكلام اللي عملته مع الفيلوسيتي وممكن اعمله مع المعادله دي، فايند ان ايكويشن اوف تانجنت لاين تو هايبربولا. ده برضو نوع معين من القطع او القطع واي بيساوي 3 على اكس.
ده عند بوينت 3 و1 هعمل ايه؟ نفس الكلام، هروح اجيب ليميت لاف اوف 3 زائد اتش ناقص اف اوف 3 على اتش لما الاتش بتقول للزيرو. ده يمشي وده يمشي. هبدا اعوض باف اوف 3 زائد اتش في المعادله بتاعتي ناقص 3 وهقسم على اتش واخد الليميت لما الاتش بيقول للزيرو تطلع بي ناقص 3. ده الهايبربولا وده معادله الخط اللي طالع اللي بيمس فيه النقطه 3 و1 اللي بيمس عند النقطه 3 و1. طبعا انا ممكن استعمل الاكسبريشن ده، وده لو انت شايفه كويس من خلال الرسمه دي تلاقي ان اف اوف اكس ده كان بيمثل الواي فاليو بتاع الكيو ناقص الواي فاليو بتاع الاي على اكس ناقص الاي اللي هو ميل للخط ده، وكان يهمك ان الكيو تقرب للبي. طب الكيو هتقرب للبي ازاي؟ لما الاكس يقرب لمين؟ للاي. فالاكسبريشن ده صحيح اقدر استعمله مفيش فيها مشكله خالص. والاكسبريشن الثاني لو رحت شفته ده الاكسبريشن الثاني ممكن استعمله برضو هيوفر معايا، لكن في الحالتين انا تقريبا بعد شويه ما عدتش هستعمل النهايات خالص وهستعمل التفاضل. اللي هو الديفينيشن الثاني ده اللي هو ده لما تيجي تبص له تلاقيك انت بتتكلم في نقطه في جوار الاي بس عملت يعني انكريمنت بسيط كده اللي هو اتش اف اوف اي زائد الاتش ناقص الاف اوف اي اللي هو قيمه النقطه اللي قريبه قوي من الاي اللي تفرق عنها في الاكس دايمنشن اتش ناقص الاف اوف اي على الاتش. لو الاتش دي بتقول للزيرو يبقى انا كاني واقف عند نفس النقطه. لما خدت الليمت ده هو ده بالنسبه لي برضه هو التفاضل، اقدر استعمل القانون ده واقدر استعمل القانون ده. طبعا ده اقدر اعمله على طول مباشر سواء بالتعويض في القانون ده ب 3 على اكس وعاوز التانجنت عند 3 1، وممكن اروح استعمل العنوان الاكبر وعنوان التفاضل واروح اخد تفاضل واي بيساوي 3 على اكس لما تروح على جدول التفاضلات اللي هو عباره عن سالب 3 على الاكس سكوير وعند ال 3 يبقى سالب 3 على 9 يبقى سالب تلت. ده الميل هو طالع كده بالفعل سالب تلت. وابدا بقى اقول له واي ناقص 1 ودي اكس ناقص 3 مضروبه في الميل اللي هو سالب تلت، اطلع المعادله واي اكس زائد 3 واي ناقص 6 بيساوي 0 وارسم الخط بتاعي هو ده الخط اللي بيمس الهايبربولا عند نقطه 3 و1. المثال اللي كنا حلناه قبل كده بتاع القاء حجر او القاء كوره من على برج تعال نحله برضو عن طريق النهايات او عن طريق التفاضل او عن طريق التفاضل. هو نفس المثال كان على الارتفاع ده كان 450 متر وانت حذفت كرة او حذفت حجر وعاوز يعرف السرعة بعد مرور 5 ثواني. عشان تعرف السرعة بعد مرور 5 ثواني تقدر تروح تجيب المعادلة بتاعتك. قلنا المعادلة دي اللي بيحكمها او الماثيماتيكال موديل اللي بيحكم العلاقة بتاعت حجر اللي هو السقوط الحر اللي هو المعادلة بتاعت اللي اكتشفها عبارة عن جاليليو، وكانت المعادلة بتتناسب مع التي سكوير. التي سكوير وكانت المعادلة ان الديستانس المقطوعة من السقوط عبارة عن 4.9 تي تربيع. عشان تجيب السرعة دي معادلة او الديستانس اوف تايم لو انت فضلت المعادلة دي اس باي دي تي بدل ما اعمل النهايات دي اس باي دي تي هيبقى زي ما قلنا 2 في 4.9 تي، وانت بتتكلم عند الخمسة يبقى 10 في 4.9 يبقى انت بتتكلم في 49 متر بير سكند. 49 متر بير سكند 49 متر بير سكند. بيقول لك كمان هاو فاست از ذا بول ترافلنج وين ات هيتس ذا جراوند، قد ايه سرعه الكره لما ارتطمت بالارض. لما ارتطمت بالارض خد بالك من الاكسبريشن بتاع ارتطمت ده، ارتطمت يعني اصطدمت. عند الارتطام او الاصطدام عاوز يعرف كانت سرعه الكره بكام. عشان تجيب سرعه الكره هتعمل ايه؟ هو المفترض ان البرج ارتفاعه 450 متر. المعادله بتاعتي دي كانت بتبين لي مسافه السقوط. لو انا وصلت 450 ده مسافه السقوط اقدر اجيب التايم بعد قد ايه تايم الكره بتاعتي هتقع او تصطدم بالارض. يبقى 450 بيساوي 4.9 تي تربيع، يبقى 450 بيساوي 4.9 تي تربيع هقسم على 4.9 واخد الجذر التربيعي يديني التي ب 9.6.
ده الزمن السقوط، زمن السقوط 9.6. طب انت كان عندك السرعة بكام؟ 9.8 تي، اضرب 9.8 في 9.6 يديني ان زمن السقوط، او عفوا السرعة لما الكرة ارتطمت بالارض كانت 94 متر بير سكند، 94 متر بير سكند. خلاص احنا اتفقنا ان الاكسبريشن ده سواء الاكسبريشن واحد او اكسبريشن اتنين في ايجاد النهاية او ايجاد التانجنت او السلوب بتاع التانجنت، اتفقنا ان ده هنسميهم عبارة عن الديريفاتيف او الواي داش او دي واي باي دي اكس، دي واي باي دي اكس ده الديريفاتيف بتاع الفانكشن، دي الديريفاتيف بتاع الفانكشن. ونقدر نستعمل ده على حسب يعني اقدر اروح اعوض في قوانين النهايات، او اقدر استعمل بقى بعض العلاقات المشهوره اللي بدانا نستخرجها او نستنتجها من خلال تطبيق قانون النهايات. هو طالب مني find the derivative of the function f of x بيساوي x square ناقص 8x زائد 9. طبعا الداله f of x ديبند على مين دلوقتي يا جماعه؟ ديبند على الفاريبل x. هو عاوز قيمه التفاضل بتاع الداله دي عند الايه؟ قيمه التفاضل بتاع الداله دي عند الايه؟ طبعا اتفقنا ان قيمه التفاضل بتاع الداله عند نقطه هو عباره عن ميل التانجنت، ميل المماس عند النقطه دي، ميل المماس عند النقطه دي. عشان اجيب ميل المماس عند النقطه دي انا من خلال النهايات قدرنا نميز بعض القوانين، دي داله مرفوعه الباور، اقدر اقول والله دي اف باي دي اكس عباره عن 2 اكس، التفاضل ده 2 اكس ناقص 8، وابدا اعوض عند الايه؟ يبقى 2 اكس ناقص 8 وعوض عند الاي بقت 2 اي ناقص 8. ده اف داش، ده اف داش، ده تفاضل. يعني ايه اف داش بقى هنا يا جماعه؟ انا يهمني زي ما قلت في بدايه الكورس بتاعنا ان انا بتكلم عن الفيزيكال مينينج، هو ده عباره عن ميل الخط او ميل المماس بالنسبه للكيرف اكس سكوير ناقص 8 اكس زائد 9 عند النقطه اي. يعني لو المثال ده اتقلب نيوميريكال فاليوز، ودي المعادله اللي احنا لسه مفضلينها من شويه اللي قلت تفاضلها عباره عن 2 اكس ناقص 8، وبالتالي هو عاوز يجيب تفاضل عند نقطه 2 نقطه 3 وسالب 6، يبقى انا كان السلوب كان عباره عن 2 اكس ناقص 8 واحط الاكس ب 3، يبقى 2 اكس ناقص 8 يبقى دي 6 ناقص 8 بسالب 2 يديني اف داش عند النقطة دي بسالب 2. ابدأ بقى اطبق عند النقطة دي، اقول واي ناقص ناقص 6 واكس ناقص 3 مضروبة في السلوب اللي هو بسالب 2 يديني المعادلة واي بيساوي ناقص 2 اكس. لو رسمت اللاين ده واي بيساوي ناقص 2 اكس وده خط بيمر بنقطة الاورجن هتلاقيه بيتاتش الكيرف بتاعك عند النقطة 3 وسالب 6، 3 وسالب 6. طبعا زي ما قلت قبل كده ان الريت اوف تشينج هو يعتبر هو التفاضل، الريت اوف تشينج هو يعتبر التفاضل او السلوب او الجريدينت او البيتش اللي بيستعملها النجار، او الجريد لما يكون بنتكلم على طرق، لما يكون بنتكلم على طرق. تعال نشوف مثال كمان. انا ما عنديش معادله لكن عندي نيوميريكال فاليوز موجوده في تيبل. المثال ده بيوضح الدين، الدين بتاع امريكا، دين امريكا في فتره زمنيه معينه من عند 1985 و1990 و1995 و2000 و2005 و2010، والدين ده بالمليار قدره 1045.9 وهكذا لحد الاخر. طالب مني بيقول لي عاوز معدل التغير او الدي داش عند 2000، الدي داش عند 2000. طبعا انت فاكر انا ما عنديش معادله عشان اجيب التفاضل، امال هعمل ايه؟ هروح اعوض بقى بقانون النهايه، اقول له دي داش 2000 بيساوي ليميت دي اوف تي ناقص دي 2000 على تي ناقص 2000، على اساس ان التي مقربه من 2000، يبقى لو التي قربت من 2000 يبقى هو ده هو عباره عن التفاضل. يبقى الدي داش عند 2000 اللي هو معدل تغير الدين عند 2000 بيساوي ليميت دي اوف تي ناقص دي 2000 على تي ناقص 2000، لما التي بتقول لمين؟ ل 2000. هبدا اعوض بتيهات مختلفه من عند 1985 لحد 2010، وابدا اعوض عندي لاحظ الفتره من 1985 ل 2000، من 90 ل 2000، من 95 ل 2000. طبعا اتفقنا كل ما تي قربت من 2000 كل ما كان افضل، يبقى انت بتتكلم اقرب حاجه او اقرب قيم موجود عندك
من 95 ل 2000، دي مقربة جدا لأن احنا بنتكلم حوالين ال 2000. طب ال 2000 مين أقرب حاجة؟ ال 95، أو من 2005 ل 2000، ده تقريبا الديوريشن هنا 5 وهنا 5. طب طلع دي داش بكام؟ أو الأفريج ريت أوف تشينج هنا 134 وشوية وهنا 501 وشوية. طبعا مش قادر أتبين، فالاثنين دول قريبين من بعض، أقدر أجمع الاثنين دول وأقسم على 2 عشان أجيب المتوسط ويطلع معايا تقريبا الدي داش 13 318 بليون دولار بيرير، 318 بليون دولار بيرير. او الحل الثاني ان انا اروح ارسم القيم اللي عندي دي واحاول اجيب ميل الخط من خلال الرسم. طيب نوضح بس مثال بسيط كده. في عندي سلندريكال تانك، يعني في تانك واخد الشكل الاسطواني. التانك ده فيه 10000 جالون اوف ووتر، والتانك ده مفتوح فتحة مصب منه، فتحة من التانك، والتانك ده بيفضى في خلال ساعة. القانون اللي بيحكم الـ 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 التانك ده في اوف تي عبارة عن 100000 مضروبة في 1 ناقص 1 على 60 في تي كل تربيع. ايه القانون ده يا جماعة؟ نرجع نقول تاني، ده الماثيماتيكال موديل بتاع التانك، ماثيماتيكال موديل. التي ده اللي هو التايم. لاحظ لو انت حاطط التي ب60 يبقى 60 على 60 بواحد، 1 ناقص 1 تربيع بصفر، يبقى الفي اوف تي بكام؟ بصفر. يعني بعد مرور 60 بعد مرور 60 دقيقة، بعد مرور 60 دقيقة هتلاقي ان الفي اوف تي اللي هو حجم الـ حجم الووتر اللي موجود داخل التانك هتلاقيه بزيرو. طب قبل مرور 60 بقى، عند مرور 0 و10 و20 و30 و40 و50 و60 اكيد، لان فتحة المصب مفتوحة، فكل شويه الفوليوم ده بيتناقص. يبقى انا متوقع دلوقتي لو انا بتكلم على الريت اوف تشينج، معدل التغير، يبقى اكيد معدل التغير، انا مفيش هنا زياده، انا هنا بتكلم على نقص، بتكلم على كميه ميه مسحوبه من التانك. يبقى لما اروح اجيب الدي في باي دي تي، لان الفي ديبند بس على التايم، معدل تغير الفوليوم بتاع التانك مع التايم اكيد يطلع نيجاتيف، اكيد لازم يطلع نيجاتيف. طب تتوقع بعد مرور 5 دقايق وبعد مرور 10 و20 مين اكتر؟ معدل تغير، معدل تغير السائل داخل التانك مين اكتر؟ لما كان التانك ممتلئ، ولا لما التانك كان في نصه، ولا ربعه، ولا ايه بالظبط؟ انا متوقع ان معدل التغير بتاع الفوليوم هيبقى نيجاتيف زي ما قلنا، خلاص على اعتبار انه بيتناقص، لكن معدل تناقصه في الاول هيكون كبير جدا بسبب ضغط ال ضغط الووتر على فتحة المصب، الفتحة بتاع دري، نتيجة الـ HD، نتيجة ارتفاع الفوليوم، هتلاقي ان المعدل التغير هيكون كبير في الاول، قيمة سلبة كبيرة، ثم بعد شوية يبقى قيمة سلبة اقل، ثم قيمة سلبة اقل، لحد في الاخر خالص هتلاقي ان معدل التغير بتاع حضرتك بيساوي زيرو. طيب كان مثال تاني بقولي الـ cost of producing X ounces اللي هو تكلفة إنتاج الأوقيات بتاعة الذهب من حقل أو منجم ذهب، عبارة عن C بيساوي F of X. المعادلة مش موجودة، ده تكلفة بالدولار، تكلفة بالدولار. يبقى أنت النهاردة لو رحت جبت الدي سي باي دي إكس، يعني معدل تغير التكلفة بالنسبة للـ X، بالنسبة لي عدد الأوقيات من الذهب، ده اللي هو الاف داش، هيبقى وحدته ايه؟ هيبقى وحدته دولار بير دولار بير اوقيه او اوينسز. وات داز ذا ستيتمنت اف داش 817؟ ده معناه معدل التغير بتاعه الكوست عند 800 بيساوي 17. يعني ايه معنى الكلام ده؟ اولا معناه 17 يعني بيتزايد، يعني التكلفه عند 800، التكلفه عند 800، معدل تغير التكلفه عند 800 بيساوي 17. يعني لأي حركة بسيطة طفيفة بعيدة عن 800 هلاقي ان معدل التغير 17 في التغير في الاكس، معدل التغير 17 هزيد 17 بالإضافة ان اضربها في القيمة الطفيفة اللي حصلت عندي. ده مثال تاني بيوضح لي تأثير التمبريتشر على الماكسيمم سستينابل سويمينج سبيد، على السرعة بتاعت كوهو سالمون. بيقول لي what is the meaning of derivative S dash of T. طبعا بص هنا تلاقي الاس دي السبيد اللي هي سنتيمتر بير سكند، ودي التمبريتشر، يعني السبيد ديبند على التمبريتشر في الحاله دي.
هبقول لك what is the meaning of derivative S dash. ده معدل التغير بتاع السبيد بالنسبة للتمبريتشر. يعني في الاتجاه ده انا بزيد، انا بزيد، كل ده زيادة، يعني معدل التغير بتاعي بيزيد. هاجي عند الطب هنا عند العشرين هلاقي ان ما عادش فيه ازدياد، ما عادش فيه تغير، انا ثبت، ودي اقصى قيمة هوصل لها، اقصى قيمة، لان انا بجيب معادلة المماس، والمماس هنا معاه كده بيطاتش النقطة دي والزاوية بتاعته بزيرو، وبالتالي السلوب بتاع الخط ده بيساوي صفر. عند ال 15 بزيد، عند ال 20 ثبت. طبعا بالنسبة للرموز بتاعة التفاضل اقدر اقول اف داش اوف اكس يعني دي اف باي دي اكس، او الواي داش، او دي واي باي دي اكس، او دي اف باي دي اكس، او اقول له دي باي دي اكس للدالة اف اوف اكس، او ان استعمل ده كاوبريتور، يعني اقول له دي وكانها مضروبه في الاف اكس، بس خد بالك ان الدي هنا مش ضرب، الدي يعني هات لي تفاضل اف اكس، او هات لي تفاضل اف اكس بالنسبه للاكس، اكتر من رمز اقدر استعمله. لو حبيت تجيب تفاضل، التفاضل الثاني او الثالث او الرابع، يعني انت عندك تفاضل دي واي باي دي اكس، ده الفيرست ديريفاتيف. لو انا حبيت اجيب الدي باي دي اكس للتفاضل ده فبكتب دي 2 واي باي دي اكس 2، يبقى دي 2 واي باي دي اكس 2 معناها سكند ديريفاتيف، يعني هات لي تفاضل التفاضل، هات لي تفاضل التفاضل، يبقى هات لي تفاضل التفاضل، اقول له دي باي دي اكس لدي واي باي دي اكس اللي هي دي 2 واي باي دي اكس 2 اللي هو السكند ديريفاتيف، واقدر اسميها اف داش كل داش او اف دبل داش، اف دبل داش يبقى السكند ديريفاتيف اوف اف فانكشن. يعني كمثال اعطيني اف اوف اكس عباره عن اكس تكعيب ناقص اكس، وفايند ذا عاوز منك اف دبل داش، اف دبل داش بيقول لي فايند اند انتربريت اف دبل داش. طبعا اف دبل داش هنا اف داش انا خلاص ما بقتش محتاج قانون النهايات بقى اللي وصلت منه للتفاضل، دي داله مرفوعه الباور، هقول دي 3 اكس تربيع ناقص 1، 3 اكس تربيع ناقص 1 ده اول تفاضل اللي هو الاف داش، يبقى اف داش عباره عن 3 اكس تربيع ناقص 1، وفاضل تاني يبقى 6 اكس، افاضل تاني يديني 6 اكس. اتمنى في ختام المحاضره اللي اتكلمنا فيها النهارده عن التانجنت عن المماس، وعرفت يعني ايه مماس، وقلت ان المماس ده الميل بتاعه او المماس ده بيتطش الرسمه بتاعتك في نقطه، وعشان اجيب الميل بتاعه بجيب التفاضل او بجيب من القانون سواء الفورما 1 او فورما 2 بتاعت النهايات. وبصيت على او القيت نظره على الفيزيكال مينينج بتاع المماس او بتاع الديريفاتيف من خلال بعض الامثله العمليه، وعرفت يعني ايه معدل التغير او الريت اوف تشينج، ثم اتكلمت على الرموز بتاعه التفاضل سواء دي واي باي دي اكس او الاف داش، واتكلمت على الهاير ديريفاتيف. أتمنى أن تكون المحاضرة استمتعتوا بها، وبالتوفيق كده رب إن شاء الله، ونلتقي إن شاء الله في محاضرة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكان معكم مصطفى الحسين.